هذيك الاخبار الاول توماس مونيي. شكون هو توماس مونيي؟ سي ما ترى شكون؟ ما تعرفوش، ما عندكم حتى فكره على الكوره. فهمت فهمتش علاش كيفاش دي كرونيكور قائد الشياطين الحمر الفريق البلجيكي. هبط التصوير على المنصه بجنبه مخده فيها علم الاتحاد الاوروبي ومخده الاخرى فيها علم بلجيكي وهو يتكسل. وش كتب؟ كتب عمري ما رقدت مرتاح كيما تو. التصوير سي سفيان دارت برشا، سالوه قالوا له كيفاش جاتك الفكره؟ قال لهم راني قلت لمرتي نحب نهبط ستاتو بمناسبه معناتها اليورو. يا اخي في ثلاث دقائق عملت له الفكره ذي. فهمت؟ قال بعد التصوير كي ضربت هو خاطر مقدم ما عيطولوش. ما فهمتهاش الحكي بحق ولا بحق. هو شو هو هبط الناس يا اخي؟ قال مرتي جابت الفكره. قال مرتي جابت الفكره، قال مستعد نحطها معناتها هي الكوميونيتي مانجر نتاعي مادام افكارها تعجب العباد بالطريقه هذه. انت شكون الكوميونيتي مانجر نتاعك وليد؟ مليكة. انا مرتي كوميونيتي مانجر. كيما مني كيما مني كيما مني. يلا برافو وليد على الاخبار. يلا الاخبار اللي موالي. انتم تعرفوا زاد اللي كيليان مبابي كسر خشمه في المقابله نتاع المنتخب الفرنسي. اي زاد اي صار مش في بالي هو كسر الجول اللي كان ضد الاوتريش. الاوتريش هي السويد سي متران. وهبط على المنصه يفاد لك سي كيليان مبابي قال مربي يعطيوني ديزيدي دو ماسك. كيفاش تلبس ماسك؟ ماسك هكا، ماسك هكا، دمي ماسك. بعد ما عرفت انه مش يعمل يهبط على المنصه. هبط معناتها ترند. اعطيني شو اسم، اعطيني البلاصه اللي هبط فيها. البلاصه ترند ترند. منصه الفهري. منصه اكس. منصه انستغرام. هاو هبط على انستغرام. هبط على منصه اكس موجوده زاده. فهمتني؟ هذاك علاش بلال علاش تحب تعرق الوليد؟ انا في الكهرباء نسوق. علاش ما تحملش وليد؟ انا في الكهرباء نسوق. علاش نجحات وليد تزعج؟ الاخبار واضح، الاخبار واضح. انا في الكهرباء نسوق عجبني الاخبار الاولاني. حبيت ندخل نشوف انا منصه. قال لك في الاكس الخاطر يهبطوا برشا على الاكس تويتر سابقا. يلا الله يهديك. وكاو كيف كيف الاخبار الثالث شفنا في المدارج مارت جريزمان هو لاعب المنتخب الفرنسي واولاده ثلاثه. شو مجبدك فين سير رجال بالله؟ مش نحكي لك شو مجبدك فين سير رجال. مرته اسمها اريكا شوبيرينا. بتعرف تسمي فيها؟ مش عطيك زاد شكون هي اريكا شوبيرينا. عمرها 34 سنه في بلاد وتخدم بيدو بسيكياتر. ما شاء الله. واولاده ثلاثه مولودين الكل 8 افريل. بالحق؟ اي نعم. عملت دي ستاتيستيك برك الله عليك. لا ماهيش صدفه. اي مبرمج 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 كلهم كلهم 8 افريل. تو كي تعرفت تعرف. بيع سي متران مش فرد عام. في سنوات مختلفه. مش فرد عام. سينو وليود يا مدام. صحيت 8 8 8 بكرة صغار. 8 صغار. 8 صغار. كل واحد 8 الظروف الاقتصادية مش تعبة شوية. لا لا ثلاثة أولاد مولودين كلهم نهار 8 أفريل. نسخة 8 ثلاثة أولاد. 8 أفريل 8 أفريل 8 أفريل. ثلاثة أولاد. ثلاثة أولاد. 8 أفريل مش 8 أفريل 8 أفريل. امشي وليد زابي الناس وكمل. حكيت لك على مرت جريزمان تو نجيك مرت أسامة. يا ودي يحشم على روحك. يا ودي يحشم على سيدي من سير رجال. يا ودي يحشم على حمام. في حمام قلقان. تحكي لك على روحك مجبدك في الشارع. تحكي لك على مرت أسامة الدبلي. عثمان عثمان. اي ما هو يتربش به وسام اسمع. اي باهي. وهي تيك توكر. تيك توكر هي واسمها ريما ادبوش مرت عثمان ديمبلي. وتعمل في فيديوهات موضه سي بلال ولبسه وصفر يصلح ل 5 ملايين مشاهده. ما شاء الله. وتلبس فيه نقاب. ما شاء الله. نسيتها بتدخل على تيك توك. ماكش مصدقني. ماكش مصدقني. تستنى خلينا نشوف شكون ماركه. تركيا ماركه. تركيا ماركه الهدف الاول 25. تركيا مركز ضد جورجيا. يلا كمل كمل وليد. الالباني بيرامي يسجل اسرع هدف في تاريخ البطوله سي متران بعد 23 ثانيه من بدايه مباراه فريقه ضد ايطاليا. كسر زاد الرقم القياسي اللي سجله الروسي ديمتري ضد اليونان في يورو 2004. ديمتري شنو هو؟ بعد ديمتري كوساكوف. بعد دقيقه وسبعة ثواني. يعني اسرع هدف في اليورو ماركاه الالباني. هدف جميل جدا. وباش نقعد مع مباراه تبعته زاد مباراه البانيا وايطاليا دارت لقطه طريفه. المشجع الالباني شاد باكو سباجيتي كان شفته سي متران قدام الجمهور الايطالي وشاد باش يكسر السباجيتي وواحد طالياني طايح على الركيب ويقول له عيشك ما تكسرش السباجيتي. والله اي معناها عباره باش يكسر المنتخب الايطالي. تعز عليه سباجيتي. تعز عليه. اعطينا دور السباجيتي في نجاح ايطاليا. اكيد السباجيتي هي الاساس بتاع نجاح ايطاليا تبارك الله. معناتها المقرونه هي الدعم الرسمي للمنتخب الايطالي. تفضل. وطاولات وكراسي سي متران ودبابز ودنيا مكسره في قهوه بين جمهور صربيا وانجلترا قبل المباراه والامن دخل باش يفضها. وزيدك معلومه اخرى اللي ولد الرئيس الصربي معاه الحرس نتاعو يحب يشد يمشي يدخل العركه والكارت كرات يشدوا فيه.
ويعمل مسيب وخلنا ندخل مع دمه مسخون. اي دمه سخون عنده شكون ولد الرئيس عنده شكون كان جاي واحد اخر راه قال الهدف الثاني للفريق المنتخب التركي انهيار المنتخب الجورجي يورو سخون برشا تشوكيزيل سخون ياسر اليورو لازم عبد الشاد يهبط هو يكون ما عادش فيه مدرب تركي فرحان دونك جورجيا كهوا ولو انه السنة معناها في اللورو الثالث يترشح يعني احسن ثالث يترشح دونك ديما فما شونس معناها كصاير يشارك منتخب لا تترشح صعيبه 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 شوي يلا موسيقى من بعد باش نمشيو الاخبار هذه ديما لاباس على ديوان فما وفاصل ثم نعود ونبدا برشا اخبار كيف ويكاند معناها الصبحيه تحلى سيغ نوزونت تبع التراند والاكتواليتي والنوفوتي وخلي الويكاند